سؤال: هل توجد تجارب وحروب من الشيطان في الفردوس مثل تجربة آدم؟ طبعا لا، الشيطان مش هيقدر يخش الفردوس أبدا، لا يحارب ولا ما يحاربش. الشيطان سيلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت ولا يستطيع أن يخرج من هناك، وزمن الحرب تنتهي على الأرض، تنتهي على الأرض. يعني الإنسان بياخد فترة اختبار على الأرض، مفيش اختبار تاني في الفردوس أو في ملكوت الله، لفدية ولفدية. والشيطان كفاية عليه اللي عمله.